وفي إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، أيضا تقوم الدولة بضخ كميات إضافية من اللحوم بالمجازر بهدف توفيرها بأسعار مناسبة، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين ورفع الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية. استعدادا لشهر رمضان الكريم، استقبل مجزر البساتين أطنانا من اللحوم السودانية، وذلك تمهيدا لضخها بأسعار مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية بما يتجاوز 1300 منفذا على مستوى الجمهورية. الشركة بتستعد لخدوم شهر رمضان بكميات من اللحوم السوداني، كميات تكفي المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، بننزل على مستوى الجمهورية في 1350 منفذ. المجزر الآلي بالبساتين يستقبل اللحوم من خلال لجنة بيطرية لإعادة الكشف عليها والتأكد من سلامتها، وذلك بعد ذبحها عند دخولها الحدود المصرية بعد التأكيد على سلامتها من أي أمراض، ليتم نقلها للمجزر الآلي عن طريق سيارات مجهزة. ضخنا كميات كبيرة جدا استعدادا لشهر رمضان المعظم. طبعا احنا بنضخ كل يوم دلوقتي 20 طن، على دخول شهر رمضان بإذن الله هيبقى 35 طن كل يوم، بحيث ان احنا نغطي كل مجمعات جمهورية مصر العربية بإذن الله، والمستهلك بياخد الكمية اللي هو عايزها دون أدنى تحديد لأي كميات إن شاء الله. بيكشف عليها كشف من الدكاترة البيطريين، كشف دقيق، ويتحمل في مبردات، وبتجينا البساتين هنا توزع على جميع شركات وزاره التموين، الشركه العامه للجمله والشركه المصريه للجمله وشركه الاهرام للمجمعات، شركه المجمعات وشركه اسكندريه للمجمعات يوميا من 200 عجل ل 250 عجل يوميا. جهود مستمره لاجهزه الدوله تنفيذا للتوجيهات الرئاسيه للتخفيف عن كاهل المواطنين في مختلف المواسم والمناسبات عن طريق توفير السلع باسعار مخفضه وجوده عاليه. جيرمين ابراهيم، التلفزيون المصري.